السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. اليوم حنتكلم للمرة الثانية تقريبا والثالثة عن إنشاء خلفية متحركة، بس بطريقة بدائية جدا وسهلة جدا، بس مجرد أنك تتبع خطوات وإن شاء الله تكون أخذت الفكرة. أهم شيء في الفوتوشوب أنك تعرف ما هي ذا الأداة، وأن هذا الأداة إيش تخدم، بعدها تقدر أنت تتمكن منها. لكن إذا بتقعد تجرب وما تعرف إيش الهدف منها، فحتكون عندك يعني مشكلة كبيرة. أول شيء ننشئ صفحة جديدة على حسب التصميم، إذا كان تصميم بانرات فحتكون صغير، إذا كان فيديو حيكون على مقاس الفيديو، يعني تعمل حسابك بدري. نقول كنترول ان، فاحنا خلينا نسويها بسيط. حنقول تروح الويب هنا، تختار، يعطيك القياسات، أغلب المقاسات طبعا كلها ستاندرد. هنا يقول لك ريكتانجل، مستطيل، خلينا نقول هذه اللي هي 180 في 50، حجم صغير جدا، لكن شايفين الآن كيف حجمه جدا صغير، لكن احنا نكبره الآن عشان ممكن نسوي اي شيء متحرك. طيب، تفضل. الله، شفت الرسم بالبيكسل شكل جاء شكل بسيط جدا. اول شيء شو نصلح؟ نخلي الفوتوشوب على وضع الشاشه كامله، بحيث انه عندنا الاكسات هذه ما تبان. ليش؟ لانه لو اضيف الان الشريحه الويندو الانيميشن، معلش، نشغلها الان، ما اقدر ارفع، ما اقدر ارفع عشان احط هذه تحت والشاشه فوق، ما تجي قوه. ايش نصلح؟ نضغط حرف الاف، خلاص الان صارت عندنا، نقدر نتحكم ونصغر في الحجم شوي عشان نشوف ايش نصلح. طيب، احنا بنصلح حاجه بسيطه، نقطه تتحرك من هنا الى هنا، بس هذا بنسوي. بعدين انت تقدر تطور الفكره، اهم شيء انك تعرف ايش قاعد تصلح الان. طيب، انا ابغى اصلح هذه النقطه. اول شيء اضغط كنترول شيفت ان، شريحه جديده. شوف، مجرد ان اضغط اوكي حتطلع عندنا الشريحه تحت هنا موجوده زي ما انتم شايفين الان، هذه موجوده طبعا. نضغط على هذه تعطينا خيارات اكثر، البوزيشن، حركه، اوباسيتي، الوضوح، ستايل اللي هو نمط الصوره، جلوبال لايتنج اللي هي الاضاءه العامه. ما فيها شيء الان، بس خلينا نطلع نختار اي لون مميز كذا، نقول نسوي الشكل هذا مثلا، اي شكل. طبعا لو تلاحظون الان في عندنا شريط زمني من 0 0 الى 10، هي 10 ثواني تقريبا بالفريمات، يعني كل ثانيه 30 فريم، يعني لاحظ نص الثانيه ايش صار عندنا. شوف، انك تلاحظ هنا يقول لك 30 فريم بير سكند، يعني 30 فريم، 30 صوره في الثانيه، ف15 معناها نصف ثانية. هنا نبدأ من الصفر، نشغل البوزيشن، ندفها لين ثانية واحدة، نخليها هنا، نسحبها شوي، نعلق على الشفت إذا كنا نبغاها في خط مستقيم، خليها تجي هنا، تمشي على مهلها، تجي هنا، توصل للنهاية. صارت عندنا كذا 4 نقاط، شوف كيف صارت عندنا واضحة. نشغل الآن، طبعا شوف الان يقول لك 21 فريم في الثانيه، يعني مو واقعي، لانه ممكن بعض الاحيان يكون جهاز بطيء او شيء، فيعطيك التقريب الان شغال. خليه بس ياخذ الدوره كامله، الخط الاخضر هذا يكمل عشان يكتب معك الشغل. الان شوف، المفروض انه يرتفع، لكن ما عليك، هذا هو الشغل اللي حيجيك الان. بس انت كيدك عارف ان هذه اصلا 10 ثواني وتيش تقدر تصلح فيها. طيب، انا ابغاها تختفي، نجي هنا ننزلها ونرفعها، ابغاها تبدا تختفي من هنا، طبعا ارفعها ونزلها عشان تاخذ معك، تختفي في المكان هذا كله، خلاص تختفي في النقطة هذه، قصدي الى هنا، وتتدرج ترجع تشتغل الى النقطة هذه. شوف الان شغلها مرة ثانية، زي ما قلت الان، كيف الان تختفي وترجع. طبعا تقدر تركب كذا شريحه، نعيد نجيب شريحه ثانيه، صارت عندنا خيارات اخرى، طبعا اشكال اخرى، نغير اللون، شغل الفرشه،
نلعب في نفس الوقت، نرجع هنا ونشغل بوزيشن، نروح للموف تول، نحرك من هنا مثلا، نجيبه هنا مثلا، خلاص نلعب الآن. هذه ماشي خلاص، ما لها شغل في اللعب. هذه الحركة تسويها في التايم لاين، شايفين التايم لاين اللي هو في احترافية أكثر وشغل أكثر تقريبا، يعني تقدر تقول أنا أرجع مثلا. شوف الآن شكل صار بسرعة. طبعا الانيميشن شوف ينفعك في الاعلانات، المنتديات، او حتى الفيديو تقدر يعني تتمكن منه. شوف الان كذا انتهى المشهد، يعيد مره ثانيه. طيب في احد الاخوه بعد قال اول ما شغلت بتشوف الانيميشن ما جاني الشريط هذا، جاني مربعات. هنا عزيزي تضغط على هذه، شوف بس لو ضغطت شغله كله حيروح، حيرجع مجرد شرايح. ما علينا، هي شغل كلها كانت تجربة، ولا أقول خليه بعدين رجع، بس مجرد الضغط على هذه يحولك على المربعات وبعدين يرجعك. لا خليك على هذه الآن، أنا بصدرها الجي اي اف متحرك، ما أبغى فيديو، أبغى جي اي اف لأنه عبارة عن حاجتين بسيطة كذا. أروح سيف فور ذا ويب، وين حصلها؟ أيوه عند ديفايسز. شوف الآن شغلها، تبغى تشوف الألعاب كيف يجيك. شوف الآن هذه تقريبا صورة حقيقية. طبعا حركة بسيطة، تقدر تصلح شيء، أنت تقدر تصلح بكرة عبارات، تصلح أي حاجة ممكن تبغاها، صورتين تمشي مع بعض، سحب متحركة، نص متحرك، كل نفس الطريقة. تكتب النص نسويه الآن، خلينا نقول نضغط حركة تي، طبعا نمسح هذول ما نبدأ يكتبون. نضغط حركتي، نضغط هنا، طبعا عشان جهازي ما يدعم العربي في مشكلة. ثانكس، صغر الحركة. انا ابغى ثانكس هذه تكون متحركة من بداية المشهد. اول شيء شغل هذه من بداية المشهد، اخليها هنا. طبعا انجليزي احنا من اليسار لليمين، ما حد يلخبط. شغلنا بوزيشن، نسحب هنا لاقصى شيء، خليه تقريبا. شوف طبعا خليه يمشي للآخر، شوف تحرك الشريط الآن، حرك الآن، شوف سوينا الآن شريط متحرك. تقدر تلعب فيه، تخفيه، تصلح أي شيء متحرك. خلينا نصلح شيء متحرك وراه. طلع شريحة من تحت مو من فوق عشان يجي معك. وبالفرشة ترسم شيء خفيف. مثلا نشغل النص، تبغى تضيف عليه اي ظل اي شيء تقدر انت تسويه بعدين. هذه هي الطريقة، ان شاء الله تكون مفيدة. واي استفسار او ملاحظة على الانيميشن او اي شيء تشوف، انا تحت خدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.